يعيش في تركيا 20 مليون كردي، وهو العدد الأكبر للأكراد في العالم. وقبل 20 سنة كانت اللغة الكردية ممنوعة، بل والتحدث بها يعاقب عليه القانون. لكن سنوات من النضال العسكري وأيضا السياسي دفع السلطات التركية إلى تغيير نهجها. نسمع الموسيقى والأخبار عبر هذه الإذاعة الكردية، وإذا مشيت في الشارع ستجد أن الجميع يستمع إليها. منذ عقود لم يتوقف النضال الكردي للحفاظ على هويته وبأشكال مختلفة ليست كلها دموية. أحد مظاهر الاحتجاجات الكردية هو أن المصلين تركوا المساجد وأقاموا خطبة الجمعة هنا في هذا الميدان، ولكن باللغة الكردية، لأنهم يرفضون القرار التركي بأن تكون الخطبة فقط باللغة التركية. منذ عدة أشهر ومعظم الأكراد في ديار بكر أو كردستان كما يسمونها يرفضون خطب المساجد بالتركية، والخطبة في الميدان أحيانا يكون لها أبعاد سياسية. ليس لدينا أي اعتراض على الصلاة في المساجد، أنا إمام مسجد وأصلي فيه، ولكن لماذا لا يسمح لنا بالتحدث وإلقاء الخطبة بلغتنا؟ الدولة في المقابل تريد منذ فترة فتح صفحة جديدة مع الأكراد، فبدأت قناة حكومية تلفزيونية كردية بالبث قبل 3 سنوات. الأكراد تعلموا اللغة الكردية في المنازل لأنها لا تعلم بشكل قانوني لغاية الآن في المدارس، إلا أنه مؤخرا تم افتتاح معاهد لهذا الغرض. معظم الأطياف السياسية الكردية سواء المتشددة كحزب العمال الكردستاني أو الأحزاب الموالية لأنقرة ترى في الحفاظ على اللغة الكردية حفاظاً على مستقبل الشعب الكردي الذي يعيش حالة من الاغتراب في أرضه، فأحياناً يتحدث كرديان باللغة التركية دون لغة الأم الكردية. أحمد البديري، BBC من ديار بكر.